السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخوان أخوات أعزاء، والله إني أحبكم في الله كدير الإخوان كدير الولاعة، من طنجة حتى الكويرة كدير الطيورات. إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة نتوما والطيور ديالكم إن شاء الله. إخوان، جاوني بعد الرسائل من اليوتيوب، بعد الإخوان بغاو يعرفوا الطائر اللي خاصو يتربى في البيت، الطائر اللي غيتربى وما غيضيعش لينا في البيت، الطائر اللي غيتحمل لنا البرد، الطائر اللي نقدروا نساوه في الباركو او نقدروا نساوه في السطح وما يضيعش لينا، الطائر اللي تتحمل، الطائر اللي عنده واحد المناعه قويه. وبعد الاخوان او بعد الاباءات، اباء تعيطوا لي اخويا عبد الطفر شريت طائر وتوفى ليا الدري الصغير ما عرفش ليه. اخوان اخوات، الا بغيتو تشريو الطائر اللي غيصبر لكم في وقت البرد، غيصبر لكم بزاف د الحوايج وتعطيو الماكله اي ماكله ياكلها. تنصح الاخوان كاملين وتنصح الناس اللي عندهم الوليدات الله يخليهم ليهم يشريو هاد الطائر اللي غنذكر دابا في بالاسماء ديالهم ان شاء الله. الطائر اللي ما خاصناش الاخوان نشريو لوليداتنا، واللي الطائر حساس والطائر يقدر يتوفى لنا الاخوان، وهو كي تتشاهدوا معايا الطائر الكناري. انواع، جميع انواع طائر الكناري بالنسبه للوليدات، بلا ما تشريو للطائر الكناري الاخوان راه غيضيعوا لهم، حيت هو تيبغي العنايه ثم العنايه ثم العنايه. نمشيو للنقطه الثانيه الاخوان، ما تشريوش لهم طائر حسون او تيقول لهم سطيله. طائر حسون وهو طائر حساس بزاف الاخوان، طائر تيبغي العنايه بزاف وتيبغي ديما تكون مراقبه وديما يكون القفص ديالو نظيف باش ما يصيبش لينا بجميع امراض الاخوان مثل مرض الاكسيديا فاش ياكل البراز اعزكم الله الاخوان. ونمشيو الاخوان نشوفوا الطائر اللي خاصنا نربيو لوليداتنا واللي غيتحمل واللي واخا نساوه في المكان بارد واخا نساوه واخا يصب عليه الشتا، هذا الطائر ما غيقدرش يضيع علينا. هذا الطائر هذا هو الطائر، غنمشيو الاولا الاخوان، وهو طائر الباتشي، هو طائر تيصبر الاخوان بزاف، او البيروش كي تنقولوا ليه، كي تيقولوا ليه بعض الاخوان البيروش. البيروش تقدر تشريه لولدك بجميع الالوان ديالو، كاين الازرق كاين الاصفر كاين جميع انواع، كاين الطفرات، ما شاء الله تتشري البيروش باش يلاه تبدا الولاعة ديال الدري الصغير. شري ليه بيروش، جويجه ديال البيروش، وخليه يتعامل معاها، يعطيهم الخبز ماشي مشكل، الزوان يعطيهم، الجزر يعطيهم، الخص يعطيهم، الخضريات يعطيهم، الكسكس ماشي مشكل. هاد النوع من الطائر ديال الباتشي وهو تياكل كلشي، اي حاجه ياكلها وتبقى بصحه جيده. ثانيا الاخوان، فاش ندوزو من هاد المرحله هادي ديال الطائر الباتشي والاخوان تياخذوا واحد التجربه، تياخذوا واحد ليكسبيريونس، كي جاب واحد الجويجه وخاد لها واحد ليكسبيريونس، اش نقدروا نجيبوا من وراها؟ نقدروا نجيبوا من وراها كرافسات. راه خدنا تجربه من الباتشي، غنقدروا ندخلوا الاخوان، ندخلوا الكرافسات المحل ديالنا، وراه تكون عندنا واحد الخبره، اكتسبنا خبره او عندنا واحد ديبلوم باننا غنقدروا ما يضيعوش لنا الطيور بالتجربه اللي دوزنا بالبيروش. نمشيو مع الكرافسات، الكرافسات الاخوان نقدروا نساو في البرد ماشي مشكل، نقدروا نساو في الشتا ماشي مشكل. صبار تيصبر، عديد من الببغاءات الاخوان، هذا النوع من الببغاءات، الكرافسات تيعيشوا في الثلج، تتشوفوا تيطير في الثلج، تتشوفوا تيطير في الجو بارد الاخوان، تتشوفوا تيطير في الجو البارد. وهذه وتيولي عندنا دري مولوع، ونعرفوا اش غنشريو لولادنا باش ما يتوفاوش لنا الطيور، حيت الدري الصغير، حتى انا فاش كنت صغير الدري الصغير تتشري لي واحد الفرخ او تتشري لي واحد الطائر وتيدوز معاه واحد السيمانه، الطائر ما تيتحملش
والطائر ولا ما تيتبدلش ليه الكناري او الحسون، الطائر تيضيع علينا تيصيبنا بالمرض، مرض الكبد، مرض الاوكسيليا، مرض العرق الازرق، وعديد من الامراض الاخوان تيصيب بهم الطائر، وتقدر تدوز عندنا سيمانه 15 يوم تيتوفى لنا الطائر. فاش يتوفى الطائر تيولي الطفل الصغير غير تيبكي. اجي تغدى وليدي غير يبكي، اجي وليدي غير يبكي. اللهم احنا الاخوات نتفاداو هاد الامر هذا تنتفاداو. علاش درت هاد الدرس هذا الاخوان؟ باش كاع الاخوان اللي بغاو يشريو شي طائر من جميع اسواق ديال الطيور الدري تيبداو ليه بهذا بيروش، غنبداو ليه بكالابسات، تكون عندنا جويجه كالابسات. فاش ان شاء الله تيبيضوا لنا الكالابسات وفاش يبيضوا لنا هذوك الوليدات، فاش توكلهم امهم نقدروا نجبدوهم يلعب بهم الدري، يلعب بهم باش تولي عنده واحد الخبره، تولي عنده واحد الخبره. نمشيو للمرحله الثالثه يا اخوان، وهو ليزان. ليزان نقدروا نربيو ليزان بلا خوف بلا حتى حاجه. تا الطائر الاخوان ليزان وهو تيصبر، وهو صبار البرد، تياكل جميع الاطعمه، تيصبر البرد وعنده واحد المناعه قويه، اكتساب مناعه قويه عنده من عند الله عز وجل ما شاء الله. هذا تا هو تقدر تربي تشري جويجه او تشري واحد مدريسي، ولكن المشكل اللي في ليزان تيكون مدريسي ضروري مره تيبغي يعض تطولي في الخوا. اما الكلابسات الاخوان، اما الكلابسات الا كان مدريسي عمره ما تيعض الدري الصغير او تيعض شي واحد، تيكون مدريسي على من الصغر ديالو تيكون مدريسي. وهذا الاخوان هو الدرس تاع اليوم، اش خاصك تشري لولدك الى عجبوه الطيور او بغى يدخل لواحد الولاعه رائعه